صباح الخير. طبعا مواضيع اليوم متعددة وكلياتها حول موضوع التجارة الإلكترونية. سر النجاح ممكن يكون بتفصيل صغير بميز مشروعنا عن غيره من المشاريع. التجارة الإلكترونية طبعا ما أنا مفهوم جديد، في كتير مواقع حول العالم وبمنطقتنا العربية أيضا بتقوم على أساس البيع عن طريق الإنترنت، ولكن شو اللي بيميز موقع عن غيره وشو اللي بيخلي فكرة معينة هي اللي تنجح؟ طبعا نحن عم نقول أنه جودة الخدمة وضمان المحتوى والمظهر المناسب والمعلومات المضمونة هذا أمر مفروغ منه، ولكن شو اللي بيخلي الفكرة بحد ذاتها هي اللي تنجح غيرها من الفكر؟ أحيانا الاختصاص بمجال معين بيكون هو السر. معي اليوم تجربة لموقع تجارة إلكتروني بيختص بكل ما يهم الأم والطفل من ألعاب وأطعمة وغيرها من المنتجات. خلينا نتعرف على تجربتهم أكثر ونرجع نحكي أكثر عن هالموضوع. فكرة الموقع بدأت من يعني الحاجة الملحة لتلبية احتياجات العائلة العصرية العربية. كل أنواع كل الأعمار من كل الماركات العالمية إن شاء الله بتكون موجودة، وإذا ما كانت موجودة إحنا كتير بنحب الاستفسار من المستهلك إنه يقول والله أنتوا يمكن عندكم كل إشي، ولكن أنا بعرف هذا المنتج من أستراليا مثلا أنتوا ما عندكم إياه. إحنا على طول الفريق اللي عندنا فريق الحمد لله كبير بروح وبحط هذا المنتج على الموقع وبنأمن له للمستهلك. إحنا أهم إشي إنه الأهالي لما يدخل على الموقع يحسوا إنه فعلا أنا لا أحتاج أن أذهب إلى أي مكان آخر. صراحة كان أبغى أشتري منتج ودخلت على الـ search engine وكتبت اسم المنتج وطلع لي الـ website Mom's World، فدخلت عليها وعجبتني كيف سهولة التعامل مع الموقع. عم بدور على إيش أسهل طريقة إنه أشتري هدية عن طريق الإنترنت ويعني توصلها بالوقت المناسب. المواقع الأجنبية لشراء الملابس لشراء الأغراض الإلكترونية بتلاقي إنه هن بركزوا كتير على الشرق الأوسط لأنه لهم سوق كبير بالشرق الأوسط، والمستهلك العربي مستعد إنه يخوض تجربة الشراء على عبر الإنترنت. فإحنا ما لا نقدم خدمة جديدة ولكن نقرب الخدمة ونسهلها للمستهلك العربي.